فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟ وما هو أفضل وقت لسماع القرآن؟ وما هو أفضل وقت لتدبر القرآن؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وصلاة الفريضة هي أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، صلاة الفريضة أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أجل القرب التي هي التوحيد. فالفريضة هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. وما تقرب عبدي إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فأفضل وقت لقراءة القرآن قراءته في الصلاة المكتوبة، وأفضل وقت تستمع للقرآن أن تستمع إليه في الصلاة المكتوبة عندما يتلو الإمام. وأفضل وقت لتلاوة القرآن هو هذا الوقت. وقيدوا هذه الفائدة الثمينة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، غير المصلي. أيضا قل مثل هذا: ما ورد من الفضل لسماع القرآن يتناول المصلي أعظم ما يتناول غيره، وما ورد من الفضل في تدبر القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. لما كان عندنا خلل في فهم مثل هذه الأمور، تجد بعض الناس إذا طول الإمام في القراءة قليلا تضجر، ثم بعد أن يسبح هو من صلاة يفتح المصحف ويقرأ، ما شاء الله يقرأ صفحات، مع أن ما كان في الصلاة أفضل.